لقاء مع الدكتور فارس السعيد مع أهل الصحافي حول دخول حزب الله للمعركة الانتخابية بجبيل، العلاقة مع القوات اللبنانية، التحالف السياسي والانتخابي مع الكتائب اللبنانية، العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وين صارت 14 أدار، ترشح على حتعنا القرار، حوار الجرأة، حوار لأول مرة فيكن تطرحوا فيه كل أسئلتكم الشخصية على الدكتور فارس السعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالي: الخميس 8:30 المساء.